كابتن خالد، فرصة وحضرتك معايا أسألك على أو أسألك السؤال اللي كل جماهير نادي الزمالك بتسأله، أكيد سأله لك ألف مرة. صفقات نادي الزمالك هذا الموسم، الكلام إنها مش صفقات سيئة، بس الكلام إنها صفقات أقل من اللاعبين اللي كانوا موجودين فعلا وكانوا أعمدة رئيسية لنادي الزمالك. رأي حضرتك إيه في التساؤل ده دايما من جماهير نادي الزمالك؟ أكيد النتائج مش في صالح الصفقات الجديدة بلا شك. أكيد إن لسه مثلا على سبيل المثال مصطفى شلبي مش هو أشرف بن شرقي. أكيد إن دونجا مش هو طارق حامد. أكيد إن لسه الصفقات الجديدة لم تأخذ مش فرجاني ساسي. أكيد هناك العديد من اللاعبين لسه ما وصلوش للتوب فور. فكل ده أنا مع يمكن هذا الانتقاد، لكن اللي انا بطلبه ان لسه ما تقدرش تحكم على اللاعب الا لما تلاقي كامل الفريق في اعلى فورمه. بمعنى اشرف بن شرقي اول موسم غير ثاني موسم، فرجاني ساسي اول موسم غير ثاني موسم، مصطفى محمد اول موسم غير ثاني موسم، طارق حامد اللي مشي غير طارق حامد اللي جه من سموحه مباشره. مش عايزين نتسرع في الحكم على الصفقات، يمكن النتائج مش مساعدانا صح. خروج عدد كبير جدا من لاعبين نادي الزمالك اصحاب الاسماء واصحاب الخبرات اثر على الفريق بشكل كبير اكيد. عدم توفيق اكيد. كل دي عناصر ادت لهذه النتائج اللي احنا كلنا وجماهير نادي الزمالك العظيمه اكيد مش راضي عنها.